للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تتولنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مفرج الكروب، فرج كربنا واغفر ذنبنا واستر عيوبنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واكتبنا من المقبولين والفائزين والناجحين. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. وأحيانا بتجيني أفكار خاصة خلال فترة الصيام، بحس إنها أفكار نقية قوي، وإن أنا قادرة أفكر بوضوح بدون تشتيت. أعتقد إن يمكن قلة الجلوكوز في الدم والسكر تخلي الواحد كده في حالة لطيفة كده، حالة نعمة. والنهاردة لقيتني بفكر في النجاح. كلنا بنقعدين نقول ان الفلوس والثروة مش هي مقياس الوحيد للنجاح، ومع ذلك بنعجب جدا جدا بالاغنياء، وتلاقي ان اغلب الكتب اللي بتتكتب عن الناجحين في حقيقة الأمر بتتكلم على الأغنياء، الناس اللي عندهم ثروة وحققوا ثروة. فإذا كنا من ناحية بنقول إن النجاح بيعني حاجات أكتر من المال، وفي الناحية التانية تلاقي إن أغلب الكتب اللي بتتكلم عن النجاح بتتناول حياة الأغنياء، طب نعمل إيه؟ طيب ايه هي الاشياء الاخرى، ايه هي الحاجات التانية اللي ممكن نعتبرها مقياس ومعيار للنجاح؟ ممكن شخص ما يقول الحب، الحب في حياتي هو اللي بيخليني اشعر ان انا ناجح. الاصدقاء، ايا كان المقياس اللي بنتكلم عنه هتلاقي ان الامور برضو صعبة، والحاجات داخلة كده في بعضها. فالنهاردة كنت بتساءل بيني وبين نفسي، هو ايه بقى المعيار او المعايير اللي ممكن استخدمها عشان اقيس اذا كانت حياتي ناجحة ولا لا، بعيدا عن الثروة والفلوس والقيمة النقدية. وده فكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. المعيار الأولاني اللي فكرت فيه واللي ممكن يكون معيار رائع لقياس هل إحنا ناجحين في حياتنا ولا لأ، هو الإنجاز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
يعني الكدح والتعب والعمل الجاد ده من سنة الحياة. في موضع تاني برضو في القرآن بيقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ربنا هنا سبحانه وتعالى حط يعني مثال قدامنا لرجلين، واحد مش قادر يتكلم ومش قادر يعمل حاجة، فهو كل عبء ان الانسان يكون عبء على الاخرين. بينما بقى الناجح اللي هو هل يستويان بقى، ايه بقى الضد؟ هو شخص يأمر بالعدل، بيستخدم قدراته في التواصل لتحقيق العدل وهو على صراط مستقيم، ما بيعملش الغلط، وبالتالي كمان هو ضد التاني في انه هو مش كل، مش عبء. طيب عشان احس بهذا الانجاز، ما هو اصل مش كلنا هنقدر مثلا نخترع اختراعات ونبقى مشهورين والكلام ده كله، فيه مننا انا وانتم ناس عاديين خالص قاعدين في بيوتنا في اسر متوسطة. نحس ازاي بالانجاز؟ نحس ازاي ان حياتنا ناجحة من خلال شعورنا بالانجاز؟ لقيت ان لما يكون ليك هدف له مغزى، له قيمة، بتحس بالإنجاز. يعني مثلا السيدة التي لا تعمل، هي ما بتعملش، ما بتتكسبش أي مبالغ مالية ولا ليها أي مصدر مالي، مش مشكلة، هل تحس إنها مش ما عندهاش إنجاز؟ لا، ده مجرد إنها تسعد زوجها وأولادها، ده إنجاز. هو ده الهدف اللي ليه مغزى، ان انا عايزة اولادي يكونوا سعداء في صحة دائمة. طيب الطالب اللي في المدرسة يحس بالانجاز ازاي؟ تحس بالانجاز لما تبقى حاطط لنفسك هدف، والله انا هدفي ان انا انجح، انا هدفي ان انا اسعد ابويا وامي بان انا اكون من يعني من الابناء المطيعين الكويسين اللي قعدتهم معايا تبقى قاعدة لطيفة، يحسوا كده بالفخر لما يفكروا فيا ولما يتكلموا عني. ده احساسي انا كطالب بالانجاز. حتى الرجل العجوز، هنقول بقى خلاص رجل خلاص طلع على المعاش وقعد، احس بالانجاز ازاي؟ انا قاعد بعملش اي حاجة، انا راجل على المعاش. لا، تحس بالانجاز لما يبقى برضو في هدف ذو مغزى، ان انت تسأل على الناس وتودهم وتدخل البسمة ليهم، ده ممكن انجاز. والاهداف دي مش لازم تكون اهداف كبيرة قوي، ممكن تكون اهداف صغيرة، حاجات النهاردة بنعملها، ممكن تكون حاجات مادية ملموسة في حياتنا. النهاردة انا عايزة انظف حاجة، النهاردة انا عايزة اقرأ حاجة، النهاردة في الجيم دي عايزة احقق سكور معين. بس بدون ما هذا الهدف الصغير يطغى على حاجات كتيرة وجوانب كتيرة في حياتي. في مثلا سيدة بتقولي انا ضيعت وقت كتير جدا جدا من حياتي مهتمة بامور معينة ومدتش نفس الاهتمام لاولادي، فللأسف لما يعني سابوني وبيتعاملوا معايا معاملة جافة حسيت ان انا السبب في حدوث هذا، لان انا كنت مهتمة بامور تانية وما حسستهمش بان هم مهمين بالنسبة لي. والنبي عليه الصلاة والسلام ادانا وصفة حلوة قوي: احب الناس الى الله انفعهم للناس. النفع، وده برضو انا ربطته باحساس الانجاز، انا لما اعمل حاجة لشخص ما ده برضو اقدر احطه في قائمة انجازاتي اللي انا حققتها النهاردة. صديقة من صديقاتي كانت بتدور على بيبرز معينة عشان عايزة تعمل الرسالة بتاعتها، وعايزة كتب وعايزة حاجات. لما دورت لها على الحاجات دي وجبتها لها وبعتها لها وحسيت بالامتنان منها، حسيت فعلا انا النهاردة انجزت. انا النهاردة
أنجزت. وهي برضو من ضمن الوصفة اللي ادها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، هي أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. يعني مجرد بس ان احنا نحسس اللي قدامنا بالسرور وبالسعادة، ده انجاز. ان احنا نساعدهم ان هم يسددوا دين من ديونهم، ده انجاز. ان احنا نساعدهم في التعامل مع حاجة كربة، ابتلاء، حاجة حصلة في حياتهم، ده انجاز. انا لما في قناة اليوتيوب بتاعتي، لما بسجل فيديو واعمل له ايديتنج واحطه اونلاين والناس تسمعه، بحس ان ده انجاز. لما بروح شغلي وبعمل كل حاجة خططت ليها في هذا اليوم، بحس ان ده انجاز. والانجاز ده هو اللي بيحسسني بالنجاح. وعلى فكرة الامكانيات متاحة للكل. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربنا للكل، بس بيكمل بقى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. ايه بقى الفضل؟ ربنا بيفضلنا، بيميزنا على بعض بايه؟ ممكن كل واحد يفكر، يا ترى انا ربنا مفضلني عن الاخرين بايه؟ ايه الهبة او الموهبة او القدرة اللي ربنا حطها فيا مش موجودة في الاخرين؟ مدام العطاء للكل، يبقى اللي بيفرق هنا تعاملي مع هذا العطاء. المعيار التاني برضو اللي فكرت فيه، اللي ممكن يكون معيار ومقياس رائع لنجاحنا وهل احنا بنعيش حياة ناجحة ولا لأ، هو الارث اللي هنسيبه. من فترة عملت اكسرسايز وكان مطلوب فيه ان كل واحد فينا يكتب نعيه. وفي النعي دو، يعني هذا التمرين خلاني احس انا عايزة الناس تفتكرني بايه. يا ترى انا هسيب ايه بعد ما ارحل؟ يا ترى ازاي ممكن اثر على الاخرين بشكل ايجابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فعلا فكروا كده كل الناس، يعني في ملايين ملايين بل بلايين البشر من ربنا سبحانه، من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وبنيه وأوكل إلينا مهمة إعمار الأرض، بلايين بلايين البشر، مين الناس اللي احنا بنفتكرهم؟ مين الناس اللي لسه ليهم تأثير؟ الناس اللي ليها صدقة جارية، خير عملوه بشكل معين ولا زال هذا الخير يثمر ويغدق على الآخرين، أو علم ينتفع به. يعني شوفوا مثلا العمل البنسلين، لغاية النهاردة بنستخدم البنسلين، اللي اخترع البسترة، اللبن اللي احنا بنشربه كل يوم هو اللي عمله، علم ينتفع به، اللي اخترع حاجة، اللي اكتشف حاجة، اللي عمل تركيبة لعلاج مرض ما، كل دول سابوا إرث ومأثرين على حياتنا كلنا، مع انهم ماتوا يمكن من مئات السنين. او ولد صالح يدعو له. وهنا فكرت في الولد الصالح واكتشفت ان انا، طب ما انا بدعي الناس لا هم ابويا ولا هم امي، بس اثروا في حياتي. فالناس اللي احنا اثرنا في حياتهم هيفضلوا يفتكرونا بالخير بعد ما نموت. فايه الارث اللي احنا بنسيبه ورانا؟ والارث ده عشان يكون موجود لازم نشتغله من النهاردة. الارث ده مش فجأة بعد ما نموت هيبقى موجود، لا، ده النهاردة. النهاردة احنا بنشتغل عشان نكون هذا الارث. وابسط حاجة، ابسط حاجة، ان احنا لو في حاجة احنا عارفينها وحاجة كويسة احنا عارفينها نعلمها للآخرين، ما نضنش بيها على حد. انا يعني بصراحة
بستعجب قوي على الناس اللي يبقى دورهم في الشغل انه يعلم الكوادر اللي تحت منه، بس يبقى غيران ومحاقد ومش عايز يعلمهم. لا ده احسن يجوا ياخدوا مكاني. انت كده انسان بخيل وانسان مالكش ارث، وهتبقى ناسيا منسيه خلاص. كمان جزء من الارث هو الشغل اللي احنا بنعمله مع اولادنا. ما تزعليش لما تقعدي تذاكري لاولادك، ما تتأففش ان اولادك يعني من مسؤوليتك ان انت تعلمهم الاخلاق وتكلمهم وتعرفهم الكلام ده. احنا دورنا ان احنا نعلم اولادنا ونخصص لهم وقت ونغرس القيم الحلوة فيهم، لان هم دول ارث هنسيبه. المعيار الثالث كمان اللي فكرت فيه، اللي حسيت انه ممكن يكون معيار من معايير النجاح، هو الأهمية. ان كل واحد فينا بيبقى عايز يحس انه مهم للآخرين، مهم لشخص معين، مهم في البيئة اللي هو بيشتغل فيها، مهم وسط عيلته. طيب يعني برضو تاني، عشان احقق هذه الأهمية لازم اكون متواجد للناس اللي هي اللي انا عايزهم يحسوا بأهميتي. ما ينفعش اطلب من ان زوجي يحس بأهميتي وانا مش بديه ومش برعاه يعني ومش بأثري حياتي معاه. ما ينفعش اطلب من اولادي ان هم يحسوا بأهميتي وانا مش مدياهم كل اللي هم محتاجينه. ما ينفعش ان انا مثلا يعني انا مثلا ساكنة في عمارة واطالب جيراني ان هم يحسوا باهميتي وانا سيدة صليطة اللسان ولا وحشة ولا بأذيهم ولا بعمل حاجة، لكن لما اكون كويسة وبتعاون معاهم وبحافظ على نظافة المكان والكلام ده كله يحسوا بأهميتي. وافتكرت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث ده احنا خدناه واحنا صغيرين في المدرسة، وكانوا دايما يشرحوا على ان هو دلالة على الترابط بين المؤمنين. يعني الحديث مثل المؤمنين مش بس المسلمين، خدوا بالكم، المؤمنين هو كل من دخل الإيمان قلبه. يعني جاري المسيحي، جارتي اليهودية لو أنا عايشة في بلد فيها يهود، جاري اللي أنا لا أعرف له ملة ولا دين، الكلام ده كله، كل الناس اللي حواليا بفترض ان هم مؤمنين. وده مش للترابط والتراحم بس، ده يديني انا خطة عمل ازاي اكون مهمة في حياة الاخرين قبل ما اطلب ودهم ورحمتهم وتعاطفهم معايا. اديهم انا الود والرحمة والتعاطف. مثلا ممكن يكون في دي كمان استراتيجية عشان تزود اهميتك في, 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 في عملك. اتخصص في حاجة معينة واقرأ فيها كتير ودور فيها كتير، فبالتالي الناس هتلجأ لك وتيجي تسألك وتقول لك: يا ترى يا باشمهندس فلان هنعمل ايه في الكلام ده، يا ترى يا استاذة فلانة هنعمل ايه في الحتة دي. كان في مثلا شخص مهم جدا 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 في حياتنا في الشغل، هو الساعي اللي بيجلد لنا المذكرات والتقارير اللي بنقدمها للعملاء. يا الله، هذا الشخص كان اتقن التجليد واتقن الشغل على كان عندنا كام مكنه كده بنجلد عليهم الريبورتات والكتيبات والحاجات اللي بنديهم للعملاء بتوعنا، واتقن هذا اتقان كبير جدا. فكان لما يغيب في يوم: ايه ده، فين عارف، فين عارف، فين عارف، ودوروا على عارف.
فعشان تشعر بأهميتك خليك سباق بالخير، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام هنا اعتقد انها دلالة على ان انت تدي الخير، تسبق بالخير، ومش لازم يكون بالفلوس. احيانا في حاجة اسمها sweat equity، ان انت تتبرع بالعمل، تخيلوا تتبرع بعرقك بمجهودك ممكن تتبرع بيه. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اللي تشوفه تسلم عليه. والسلام ده معناه ان انت يعني تبتسم وتبقى هاش باش كده في وجوه الآخرين. كمان تحمل المسؤولية بيمنحك الأهمية. شوف انت ايه مسؤوليتك، ما تتخلاش عنها، لان اهميتك من قدرتك على تحمل المسؤولية. وخلقك الحسن بيمنحك الأهمية. دايما بنتشدق بالآية اللي في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عايز الناس تحس بأهميتك، ما تبقاش فظ، ما يبقاش كلامك وحش، ما تبقاش ألفاظك مش لطيفة، ما تبقاش الموضوعات اللي بتتكلم فيها موضوعات سخيفة، ما تحركش الناس. غليظ القلب يعني تعاطف مع الآخرين، لو واحد تعبان حس بتعبه، ما تحسسش الناس ان انت مش مقدر التعب اللي هم فيه. ساعتها هيتلم الناس حولك زي ما تلموا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما دايما الناس بتتلم حوالين الناس العظماء. المعيار الرابع بقى هو السعادة. والسعادة فيها قولان كتير قوي قوي قوي، وانا فكرت فيها كتير قوي قوي قوي. السعادة حالة غير دائمة، حالة بتروح وبتيجي، مش طول الوقت احنا سعدة، مش طول الوقت احنا قلبنا مزقطط. فانا حولت السعادة دي الى الاستمتاع بالحياة. مش هقدر اكون سعيدة كل يوم وعلى مدار اليوم 24/7، 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة، لازم هيبقى فيه وقت تعبان. فكروا كده، الأم اللي دخلت تولد هل كانت سعيدة وهي في أوضة الولادة؟ لا، دي كانت متألمة وبتصرخ وبتعيط وحالتها حالة، بس كان لازم التعب ده عشان تسعد بعد كده بوالدها الصغير. الطالب اللي بيذاكر للامتحان ومسائل صعبة والكلام ده، وهل سعيد؟ لا، سعيد ازاي؟ ده انا بحل حاجات صعبة ومعصلجة، ولو المادة كمان ما بحبهاش تبقى مشكلة كبيرة قوي. فما تدوروش على السعادة وتستخدموها كمقياس لنجاحكم في الحياة، لكن الاحسن ان احنا ندور على الاستمتاع بالحياة. هل انا مستمتع بحياتي اليومية وتجربتي في الحياة؟ إيه؟ لا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان استمتع بده؟ إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو ده اللي بفكر فيه، ان حياتنا اليومية تبقى حياة طيبة. ومدخل الحياة الطيبة هو الامتنان لنعم ربنا سبحانه وتعالى. لو فكرنا كده، نعم ربنا كبيرة قوي قوي وموجودة في حياتنا، لو قدرنا هذه النعم وفكرنا فيها هنشيل السوداوية والداركنس اللي بنفكر بيها دي. الحاجة التانية كمان، لازم نتأكد ان الابتلاءات دي موجودة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني الابتلاءات لازم تكون موجودة. في لحظة من اللحظات هنحس بالخوف، في لحظة من اللحظات هنحس بالضائقة المالية، في لحظة من اللحظات هنفقد ناس بنحبها، في لحظة من اللحظات هتمر علينا أوقات صعبة وعصيبة. السعادة لو بس ربطنا حياتنا الكويسة بالسعادة، يبقى طب نعمل ايه بقى في الابتلاءات دي؟ يعني نعمل ايه بقى في المصايب اللي بتعدي علينا او الاوقات الصعبة؟
لا، لو ربطنا حياتنا الطيبة بأن أنا ماشي في حياتي مستمتع بيها قدر الإمكان، وعشان أستمتع بحياتي قدر الإمكان لازم أتعلم إزاي أتعامل مع الابتلاءات والمصاعب والمشاكل، وأكون حلال للعقد والمشاكل. كل ما تقابلني مشكلة أفكر أحلها إزاي، حتى ولو هي حاجة بسيطة قوي أفكر أحلها إزاي. وخلال يومنا نهدى كده ونغتنم بعض اللحظات اللي فيها مرح، نشغل مزيكا هاديه، نتفرج على حاجه كويسه، نلم الولاد ونقعد نقرا قصص، اخد جوزي ونروح ناكل ايس كريم ب2 جنيه من عند البقال، نعمل اي حاجه ولو صغيره قوي 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 علشان يعني ايه تدينا لحظات بهجه ومتعه في حياتنا. ان احنا نحس ان احنا ناجحين ومستمتعين بحياتنا ومؤثرين، ده شيء مش عويص قوي، هو محتاج مجهود بس مش مستحيل. واهم حاجة ان الواحد يعرف ايه قوته، يا ترى انا قوتي في ايه، وهو ده اللي ركز عليها. انا واحدة من السيدات يعني لا استمتع بالطبخ، بطبخ واكلي كويس وبعمل عزايم والكلام ده كله وباكل ولادي كل يوم والكلام ده كله، لكن دي مش متعتي. بس حولت ده لحاجة تانية، حولت الطبخ ده لانجاز، معيار الاولاني اللي بقيس بيه النجاح. النهاردة انا طبخت اكلة حلوة لولادي واستمتعوا بيها. هل انا استمتعت بيها؟ يمكن عملية الطبخ كانت صعبة بالنسبة لي، مقرفة، افضل اروح اعمل حاجة تانية، وقفة المطبخ مش مريحة قوي بالنسبة لي، ولكن النتيجة كانت كويسة، ركزت على الانجاز وجبتهم وتلمينا وقعدنا نضحك. بعض لحظات السرور، وبنيت جزء من الارث بتاعي. انا وباباهم قعدنا نكلمهم على حاجات يعملوها، مواقف مرت بينا، قصص سمعناها، ده جزء من الارث بتاعي. عشان اقعد اسجل، هل تفتكروا ان ده شيء بسيط؟ لا، لازم اقعد ادور وادعبس واجيب وادقق وافكر، ودي كلها حاجات متعبة مرهقة، لكن في النهاية بحس ده الانجاز بتاعي النهاردة، الحلقة دي انجازي النهاردة، سماعكم ليها. ويمكن لو حد فيكم اتعلم ولو حكمة واحدة بس، حاجة واحدة بس، ده الارث اللي انا ببنيه. ولما حد فيكم ياخد وقت ويكتب لي تعليق او يعمل لايك، دي الاهمية اللي انا حسيت بيها ان انا مهمة لهذا الشخص او هذه الانسانة الرائعة اللي كتبت لي تعليق. الحاجة التانية كمان، خدوا بالكم ان احيانا عيوبنا بتكون مميزات لكن في المكان الصح. زي مثلا الشخص اللي العاطفي الحساس قوي، ممكن يكون شايف ان ده عيب فيه، لكن هذا الشخص لو اشتغل في المكان الصح اللي يستفيد من احساسه بالعاطفة، لو اشتغل مثلا مع مرضى او مع عيانين او مع ناس ليهم احتياجات نفسية معينة، يا سلام، العيب ده يبقى ميزة. فواحنا بنفكر في عيوبنا ومميزاتنا، نفكر ازاي يا اما اتخلص من العيب ده يا اما احوله الى ميزة بان انا استخدمه في موضع صح. زي مثلا الشخص اللي بيحب يدقق في كل كبيرة وصغيرة. انا كان عندي صديقة، وهذه الصديقة اتخرجت دكتورة صيدلانية، وبعدين راحت بلد تانية وما قدرتش تشتغل في الصيدلة. هذه الصديقة بتقول لي انا كان في عيب ان انا مهووسة نظافة بشكل غريب، وبحب ارتب بشكل
يعني رهيب قوي. فاشتغلت انا وهي على انها تعمل شركه وتبقى بروفيشنال اورجنايزر، بتروح للناس اللي محتاسين مش عارفين يرتبوا ازاي بيئتهم وحياتهم وبيوتهم ومكاتبهم، وتقعد ترتب معاهم. كان عندها القدرة انها تقعد تعمل ارشفة للورق وتعمل وتروح المكاتب وترتب لهم وتعمل لهم نظام ارشفة ازاي يحطوا الورق بتاعهم فين ويحطوا كل حاجة فين. انا مثلا بحب اكتب لست وحاجات زي كده، استفدت بده ان انا اشتغلت في البروسيس، تعمل واحد بعدين اتنين بعدين تلاتة بعدين اربعة. فممكن العيب اللي انت فاكره عيب ممكن يكون في حتة تانية ميزة. استفيد من نقاط قوتك واستفيد من نقاط ضعفك. اخر حاجة عايزة اقولها لكم على النجاح، النجاح حالة خاصة بكل واحد فينا. ما تخليش الآخرين يملوا عليك شروطهم وقيودهم للنجاح. حدد انت معاييرك. النهاردة انا اتكلمت معاكم على بعض المعايير اللي انا شخصيا بستخدمها عشان اقيس نجاحي في حياتي. كمان اللي يحدد جودة حياتك انت اللي اقعد مع الناس المهمة في حياتك، مع باباك مع مامتك مع زوجتك مع اولادك، وحددوا عشان نبقى ناجحين ايه معايير النجاح. نقيس نجاحنا ازاي، نقيس سعادتنا ازاي، نقيس حياتنا اذا كانت حياة طيبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى وعدنا ازاي. وختاما ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم أن ترزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم كما ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، فتغمدنا برحمتك واهدنا وارشدنا لسبل طاعتك. ارحمنا برحمتك يا رحمن، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. أرجو أن تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، وأرجو أن تكونوا استفدتم منها. أنا شخصيا استفدت قوي وأنا بكتب الحلقة دي، وبفكر في كل المعايير اللي أنا بستخدمها عشان أقيس النجاح في حياتي، وهل أنا عايشة حياة طيبة ولا لأ. أرجو أن كلامي النهاردة يكون غير مفهوم بعض الناس اللي حاسة بالتعاسة وحاسة بالتشاؤم وحاسة بالإحباط. ياريت تكتبولي في التعليقات ايه اللي ممكن يكون معيار اخر نقيس بيه نجاحنا في الحياة. اشوفكم الحلقة الجايه.